اجتماعيا اكتر واحد فيكو في العيله ذكي اجتماعيا كده. ذكي ايه انا كنت متاكد اصلا من غير ما تقولوا ايه جدا بقى فارق كبير طول عمرك ولا فارق كبير جدا لا ما كانش عندي ذكاء اجتماعي يعني من زمان مثلا اشتغلت على مثلا الطفله لما بتروح تقول للناس ممكن تسحبوني وكده ولا لا بعد لما كبرتي واشتغلتي بقيت لا انا طول عمري اجتماعيه بس الذكاء الاجتماعي لا جه مؤخرا كنت غبيه اجتماعيا بس الغبيه الاجتماعيه طيب مين اللي بياكل بعقل ماما حلاوه؟ كلهم هي قاعد شاورت عليا كلهم ما عدا انا هو عشان ما نظلموش هو كلنا في سن معين كنا بناكل بعقلها حلاوة ولا زلت في سن معين ولا زلت الى الان لا معلش الطلعه دي كلكم يا حبايبي عارفه انت كمان لا يا حبيبي ما باكلش ولا بشرب ولا باجي جنبها لا بس هي ايه صريحه هم بي لكن ايه تك بالحب انا هاكل بعقلك بالحب بالظبط ما تجيش كده في وشي انما كله ليه اخترتي عمر؟ لان عمر اكتر واحد لسانه ياثر عليا لا ولسانه حلو قوي وعنده طريقه دنيا تقول لي لسانه حلو قد ايه؟ ده حلاب كده سؤال بقى بما انه ده حلاب مع مامته بس ولا مامته ومراته؟ مامته ومراته اوكي يعني انت بتقولي افهم من كده انك سعيده في حياتك الزوجيه الحمد لله الحمد لله يعني في حاجه كويسه طيب مين اشطر واحد كان في المدرسه؟ اشطر ولا حد عمر يعني تخيل بجد والله انا يا بنتي انا عايز اقول لك عمر ازهري كان بيجيب اللي هو يعني قرب خلاص من الدرجات النهائيه كان شاطر جدا جدا فظيع دي ماضي كانت ليه كان المذاكره قبل كان فظيع ماضي بقى والله كان شاطر ده والله كان هيقرب من والله عارف ليه؟ ما يغركيش الشورت ده كان والله شاطر هقول لك ليه؟ لان كلهم ما لهمش علاقه بالدراسه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده كان ليا علاقه بالدراسه لا 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 انا خبت في ثانوي بس ماشي ايوه هي دي ايوه هو لحظه الخيبان كله خاب لا معلش الاثنين دول خايبين من زمان لا والله العظيم ابدا كذاب والله العظيم ده ملوش في التعليم اصلا بس على فكره كان يزعل 100 ولا حاجه خد يا جماعه ده جايب 73% في مذاكره يوم الامتحان بس يعني لو كان عمل حبه مجهود ذاكر يومين تخيل بقى لو كان ذاكر يومين كلهم وانت خليك في المذاكره لا ده ملوش علاقه اصلا ايوه طيب ملوش علاقه بالمذاكره اصلا ايوه اصلا ده انا بقول كده فنان كده كلنا طب مين الكوميديان يا شباب فيكم؟ الايه؟ لا ما كلهم لا كلهم انا عايزه اقول لك انه لو قعدنا قعده حتى على بعض يعني كل واحد طلع التاني على المسرح شويه بتبقى مسخره المسرح لا 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 كل واحد كوميديان في حتته مجرم بجد مجرم يعني الثلاثه دول لو اتلموا على حد يبقى يا ساتر يا رب طيب اهله داعيين عليه مين في ساهورس بتاع الواعي المثقف النبغه كده مين عمر عمر ايه ده ايه ده ايه ده انا خدت النضاره دي هو كلاوي فعلا هو الجينيوس هو الجينيوس 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 ده عمر الجينيوس عمر لكن المثقف واللي هو الدماغ بقى ايوه وبكتير لا لا مش بكتير ولا حاجه لا 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 احنا قريبين من بعض بس انت لجوه ماشي مفهوم عمر دماغه لا يعني بتصدفي مين ماسك كتاب ايه مين بتصدفيه ماسك كتاب لا الكتب كله بيقرا لا كله بيقرا اكتر واحده بعديها ادهم بعديها يوسف وبعديها عمر انا انت اخر واحد يعني عمر العلم العلم في الراس عمر العلم اه مش في الراس طب مين الحبيب الرومانسي يوسف عمر يوسف منين عاجبني بقول لك ايه لا دول كده طالما قال كده يبقى انا هصدقه يا انا كنت هقول عمر بس طالما ادهم قال يبقى انا هصدقه لا ويجي الحديث لما يحب بقى لا يعني انت بتقول بالك بقى صح بقى وطول العمر بالظبط